السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في افتكاسة جديدة من افتكاسات أم جنى. النهاردة إن شاء الله هنعمل فكرتين حلوين أوي لديكور رمضان، بيتباعوا برا غاليين جدا بس أنا هنفذهم بطريقة بسيطة جدا. أول حاجة أنا هجيب، أنا معايا غطيين صغيرين وغطيين كبار، ومعايا الفرع ده، العود ده أنا جبته من الورد، هستخدمه أعمله كده زي قلب. بعد كده اجيب خيط صوف وهبدأ ان انا اغطي القلب اللي انا عملته ده بخيط الصوف، اي لون انت تحبيه. كده اجيب الغطيين بتوعي وابدأ ان انا اعمل فيهم فتحة صغيرة كده اللي هي ادخل منها العود اللي معايا ده. عملت في الغطاء الكبير ده وهعمل في الغطاء الصغير كمان، انا عملتها بمسدس الشمع او زي ما انتوا شايفين كده، هي دي اللي هدخل فيها العصاية دي. بعد كده ابدأ ان انا اغطي العصاية اللي معايا دي بنفس لون الخيط اللي غطيت بيه القلب. بعد كده انا معايا غطا الوطيان اللي معايا دي، عملت هلال برضو من الكرتون، هغطيهم بنفس الخيط كلهم وهاجي. انا خلصتهم اهو، هبدأ بعد كده. انا طبعا مش عملت الغطا الكبير ده، مش عملته كله للاخر لان كده كده هيبقى متغطي، هثبتهم بعد كده مع بعض زي ما انتم شايفين. بعد كده برضو هبدأ ان انا اثبت القلب بتاعي. بنفس لون الخيط وهلف حوالين القلب ومن النص كمان بحيث ان انا اثبت القلب بتاعي اكتر. خلاص كده هاخد الهلال بتاعي والزقه في نص جوه القلب. بالخيط وهحاول ان انا الف حوالين القلب كده بحيث في الاخر يديني شكل النجمة. خلاص كده انا خلصتها، هبدأ ان انا اقص الخيط بتاعي. كده انا خلصت اول شكل معايا. بعد كده اجيب استراس وابدأ ان انا اكسر اللون اللي معايا ده واحطه على الغطاء الكبير من تحت والغطاء الصغير وعند القلب.
خلاص كده هتحطي فيها اي ضوء انت عايزاه حواليها كده، بس انا ما لقيتش الانوار. اعمل تاني ديكور معايا، اجيب ايدان الشيش طابوق وابدا ان انا اقص، اخد نصها كده، بعد كده ابدا ان انا بعيدان الشيش طابوق اعمل نجمه. خلاص كده انا عملت النجمه بتاعتي. الغطيين اللي كانوا معايا خطيتهم كلهم بخيط الخيش، بالخيش، بالقماش الخيش، وخدت برضو عصايه زي اللي كانت معايا وهبدا ان انا الف حواليها خيط خيش، هغطيها خالص بخيط الخيش. بعد ما غطيتها بخيط الخيش هبدأ برضو ان انا الف حوالين النجمة بتاعتي دي، مش هغطيها كلها بس من اهم حاجة الاطراف بتاعتي هغطيها بخيط الخيش. طبعا انا كنت خارمه برضو الغطيين دول، هبدا بس ان انا اقص حواليها مكان الخيش عشان اعرف ان انا ادخلهم، هوسعهم اكتر بالمسدس. كده اثبت العصايه اللي معايا دي، انا حطيت حته شمع من جوه برضو عشان اثبتها اكتر. هبدا ان انا اثبت النجمه بتاعتي برضو. انا خلصت تاني شكل معايا، بس طبعا مش هسيبها كده، جبت الشريطة دي وهبدأ ان انا اغطيها
اغطي الغطاء الكبير والصغير، وفي نفس الوقت برضو الف حتة برضو حوالين النجمة والعود بتاعي. بصراحة الاتنين طبعا التصوير بيبقى ظلمة، وتحطي حواليهم اي اضاءة. انا كنت عايزة الاضاءة اللي هي الرفيعة خالص، بس انا بصراحة ما لقيتهاش لانهم ما كانوش نزلوا لسه الاضاءات بتاعة رمضان. يا رب الفكرة تعجبكم واكون نفذتها لكم بابسط طريقة. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش اللايك بتاعي. ويا رب أكون أفدتكم، وكل سنة وأنتم طيبين، واستنوني إن شاء الله في افتكاسة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.